السلام عليكم أعزائي طلاب المرحلة الرابعة. اليوم راح نحل وياكم أسئلة الواجب اللي هي كانت مجموعة من الأسئلة تخص موضوع يعني الفصل الثالث للانحلال الإشعاعي. فراح نبدي بالسؤال الأول واللي كان يقول: عينة من الكوبالت وزنها عند التحضير 1 ملغرام، احسب ثابت التحلل والنشاط الإشعاعي إذا كان عمر المصرف يساوي 25% سنة، وما هو النشاط الإشعاعي بعد مرور 10 سنوات من تحضير العينة. طبعا بالبداية نشوف المعطيات اللي عندي بالسؤال. عندنا وزن العينة عند التحضير، يعني هاي عند التحضير شكو يتعلق بيها؟ الان يصير النوت، الاي يصير اي نوت، هاي الأصلية. احسب ثابت التحلل، طبعا احنا قلنا ملاحظة من ينطيني عمر النصف، إما ينطيني عمر النصف يريد ثابت التحلل، أو يعطيني ثابت التحلل ويريد عمر النصف. فهنا عندنا عمر النصف، هنا راح نجي نحوله بالثواني، بعدين نحسب ثابت التحلل من هاي العلاقة. طبعا اكو بعض الطلاب مباشرة مطلعي بالسنين، هو أيضا صحيح، بس بعدين بالفرع الثاني لازم نحوله للسكن. فإذا 507.27 في 365 يوم في 24 في 60 في 60، فطلع لي بالسكند. زين، إذا اللمدة من هاي العلاقة راح تطلع 4.17 في 10^-9 لكل سكند. إحنا شو نريد؟ نريد ثابت التحلل حسب، نريد النشاط الإشعاعي. طبعا النشاط الإشعاعي هنا الأي من أجيبه؟ أجيبه من علاقة اللمدة في الان. الان هي النوت، ليش؟ لان دا احسب النشاط الاشعاعي الاصلي، يعني عند تحضير العينة ايش قد كان النشاط الاشعاعي، فلازم احسب الان نوت. الان او الان نوت هي دبليو ان اي على اي، الوزن العينة في عدد افوغادرو مقسومة على العدد الكتلي. فاجي اي نوت تساوي لمدة ان نوت، واجي اعوض بمكان الان قانونها، كل الثوابت عندي، يطلع عندي الأي نوت الفعالية الإشعاعية الابتدائية أو عند تحضير العينة هي 4.186 في 10^-10 بكرر أو تحلل لكل ثانية. الآن ما هو النشاط الإشعاعي بعد مرور 10 سنوات؟ أطبق العلاقة أي تساوي أي نوت إكسبونيشن ناقص اللمداتي. الأي نوت طلعناها 4.186 في 10^-10 بكرر، واللمدة عندي والتي أيضا موجود. هنا من أجي أعوض اللمدة؟ أعوضها بدلالة عمر النصف. ليش؟ لأن عمر النصف بالسنين، وعندي التي أيضا بعد مرور فترة زمنية اللي هي 10 سنوات، فحتى السنة مع السنة تختصر وما أدوخ بيها. تريد أنت ترجع اللمدة هنا طلعناها إحنا بالسكند، تريد ترجعها بالسنين ومباشرة تعوض بالمعادلة، تريد تعوض هذا بالسكند وتحول العشر سنوات ايضا بالسكند، كلها يصير المهم نفس الوحدة. فيطلع عندي الاي 1.12 في 10^-10 بكرر. هذا ما يتعلق بالسؤال الاول. السؤال الثاني يقول: احسب كتلة الرادون 222 المتوازن اشعاعيا مع 1 غرام من الراديون. طبعا نرجع للسؤال الاول، فقط ملاحظة انه هنا الكتلة بالواحد ملغرام، فهنا من جهة عوضت لازم احولها للغرام، لان احنا هنا الكتلة بالغرام، هاي فقط ملاحظة لازم نحولها للغرام. اوكي، السؤال الثاني: احسب كتلة الرادون 222 المتوازن اشعاعيا مع 1 غرام من الراديوم 226 اذا علمت ان عمر النصف للرادون يساوي 3.825 يوم، وعمر النصف للراديوم هو 1622 سنة. طبعا هواي من الطلاب سألوا على المتوازن إشعاعيا، قالوا شو نستفاد منها بالحل. طبعا هنا بما أنه قال لك متوازن إشعاعيا، فعندك نوعين من التوازن، قلنا التوازن القرني أو الأبدي هذا الأول، وعندنا التوازن الانتقالي أو المرحلي، كل واحد منهم إلى شروطه. فلما يكون عمر النصف للنواة الأم أكبر من عمر النصف للنواة البنت، فهذا توازن مرحلي أو انتقالي. عندما يكون عمر النصف للنواة الأم أكبر بكثير من عمر النصف للنواة البنت، فهذا أسميه توازن قرني أو أبدي. زين، من اللي يحدد؟ إذا من اللي يحدد نوع التوازن؟ هو أعمار النصف للنواة الأم وللنواة
البنت. لو نلاحظ انه عمر النصف للراديوم، طبعا شلون اعرف وياهو الام وياهو البنت؟ واضح عندي الراديوم 226، الرادون 222، اذا هذا انطى الفا، الفا قلل اي بمقدار 4، فاذا هاي الام وهاي البنت مبينة. اجي اقارن عمر النصف لكل واحدة منهم، هذا الام عمرها 1622 سنة، بينما البنت اربعة ايام الا، يعني 3.825 من اليوم، اذا هاي تنطبق عليه تي نصف للاولى، يعني للام هي اكبر بكثير من تي نصف للوليدة. من مقارنة عمر النصف الام ونواة البنت يتضح ان نوع التوازن هو توازن ابدي. الان عرفنا التوازن ابدي بيش راح يفيدني؟ راح يفيدني انه اقدر اطبق هاي العلاقة الاي 1 يساوي ان الاي 2، يعني فعالية النواة الام تساوي فعالية النواة البنت. اعوض بمكان الاي لمدا 1 ان 1 تساوي لمدا 2 ان 2. الان اكتب هاي المعادلة بدلالة عمر النصف، اذا تي نصف 2 في ان 1 يساوي تي نصف 2 1 للان 2. هاي شلون صارت؟ انه نفس العلاقة اللي تربط اللمدا بالتي اللي هي اللمدا تساوي لهن الاثنين على تي نصف، فصارت عندي هاي العلاقة. الان مكان الان 1 والان 2 اكتب علاقتها اللي هي W1NA على A1 W2NA على A2. الان الان اي من الطرفين تختصر لان مش شابهة، يبقى باقي كله معلوم، فقط عندي W2 هو مجهول، وبالتالي يطلع عندي 6.34 في 10 بالقوة ناقص 6 غرام. اذا هنا هو باقي رياضيات الفكرة انه عندي توازن ابدي واقدر استفاد من هاي العلاقة اي 1 تساوي لنا الاي 2. نروح للسؤال الثالث. السؤال الثالث يقول اثبت ان نظير النحاس المشع Cu2964 يمكن ان ينحل بالطرق التالية. ينحل الى Zn3064 مبيعات الكترون، او ينحل الى Ni2864 مبيعات بوزيترون، او ينحل الى Ni2864 باسر الكترون. اذا علمته نعطينا الكتل الذرية وهاي الثوابت. طبعا هنا من منطوق السؤال بما انه دا يقول لي اثبت ان نظير النحاس يمكن ان ينحل بالطرق التالية، فانا شو اسوي هنا؟ راح احسب الكيو فاليو اللي هي طاقة التحلل لكل تفاعل او لكل انحلال. احسب طاقة التحلل، اجي اكتب المعادلة واحسب طاقة التحلل، فلازم تطلع موجبة، يعني احنا مجبرين بهالحالة انه تطلع الكيو اكبر من صفر. ليش؟ لان هو قايل لي اثبت. لو قايل لي بالسؤال هل يمكن ان تنحل بهاي الطرق ام لا، اذا كان السؤال هل يمكن فمعناه ممكن ان تطلع موجبة يعني اكبر من صفر، ذاك الوقت نقول نعم يمكن ان يحدث هذا الانحلال او يمكن ان تنحل النواة بهاي الطريقة. اذا طلعت اقل من صفر سالبة اقول لا يمكن ان يحدث مثل هذا الانحلال. فاذا ايضا هواي طلاب سألوني انه بس نكتب المعادلات، لا طبعا انما نعطين ثوابت ونعطين كتل فاكو حل. فبننحل الى الزنك بانبعاث الكترون نكتب معادلته، هاي بيتا السالبة، فاذا هنا هاي معادلتها راح نجي نعوض تطلع عندي 0.578 ميجا الكترون فولت. فاذا بما انه كيو اكبر من صفر موجبة، فالتحلل تلقائي ممكن الحدوث. ماشي. ثانيا نروح على بوزيترون نكتب معادلته ونكتب معادلة الرياضية وبعدين نعوض، فتطلع عندي ايضا هي اكبر من صفر 0.65، اذا تحلل ممكن الحدوث. نروح على ثالثا ايضا الكترون كابتشر، نكتب المعادلة ونكتب المعادلة الرياضية ونعوض بالكتل، فراح تطلع لي كيو 1.674 ميجا الكترون فولت، اذا التحلل ممكن الحدوث. اذا هي مجرد عملية تعويض، فاكتب معادلة كل انحلال واطبق بالكتل. نجي على السؤال الرابع. صنف انحلال بيتا من نصف موجب الى نصف سالب. طبعا مثل ما قلنا انحلال بيتا شلون اصنفه، هو يعتمد على شيئين. الشيء الاول هو البروم اللي هو الاس بيتا واللي الها قيمتين، يعني اما صفر او واحد. الصفر نقول تحلل فيرمي، اذا واحد فهو جاما تلا. الشيء الثاني اللي يحدد نوع الانحلال هو قيم الال. الال بيتا عندي ثلاث قيم معرفة، قلنا الصفر والواحد والاثنين. اذا كانت الال بيتا صفر فهذا اقول عليه تحلل
مسموح. إذا كانت قيمة ال L واحد أقول هذا شنو؟ أقول ممنوع من الدرجة الأولى، أقول عليه ممنوع من الدرجة الأولى. وإذا كانت قيمة ال L اثنين فأقول هذا ممنوع من الدرجة الثانية. فأنا إيش راح أسوي هسه؟ بالبداية نحدد قيم ال L بيتا، نحدد قيم ال L بيتا. نجي باي بيرنت في باي دوتر يساوي لي موجب في سالب ويساوي سالب ناقص واحد أس L بيتا، إذا ال L يأخذ القيم الفردية اللي هي واحد. زين، الآن نيجي نطلع جي بيتا اللي هي جي بيرنت ناقص جي دوتر أقل أو تساوي جي بيرنت زائدا جي دوتر، إذا عندي نصف ناقص نصف ونصف زائد نصف، إذا جي بيتا هو صفر والواحد. فأجي هنا أختبر قيم الجي بيتا الصفر والواحد مع شنو؟ مع قيم ال L. فأكتب العلاقة صفر يساوي واحد زائدا اس بيتا، اذا اس بيتا ناقص واحد هاي عندي غير معرفة غير ممكن، اذا هاي تهمل. نجي واحد يساوي واحد زائدا اس بيتا، اذا اس بيتا صفر هنا ممكن، اذا اشتلع عندي هذا الاحتمال ممكن. شنو شروطه هنا؟ اس بيتا صفر والال واحد، اذا الانحلال اكثر احتمال هو فيرمي فيرس فوربيدن او فيرس فوربيدن فيرمي، فيرمي ممنوع من الدرجة الاولى. هذا بالنسبة لتحلل بيتا. ضفت آني مثال أيضا على جاما، يقول صنف انحلال جاما التالي من واحد موجب إلى اثنين موجب. هنا طبعا جي إنيشيال واحد، باي إنيشيال موجب، جي فاينال اثنين، باي فاينال موجب. بالبداية نحدد قيم الال، طبعا ما ننسى هنا وما نخلط بين انحلال جاما وانحلال بيتا، ذاك إلى قوانينه وهذا إلى قوانينه. هنا عدي مركبتين، مركبة كهربائية ومركبة مغناطيسية. فأول خطوة نسويها بالنسبة لانحلال جاما هو نحسب ال R، قيم R. فقانونها أكبر أو يساوي J initial ناقصا J final، أقل أو يساوي J initial زائدا J final. طبعا هنا absolute value قيمة مطلقة. فأقول واحد ناقصا اثنين أقل أو يساوي واحد زائدا اثنين، فإذا هذا ناقص واحد بالمطلق يصير واحد، إذا هي من الواحد للثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، إذا قيم R عندي ثلاث قيم. نجي بالنسبة لإشعاع الكهربائي، هاي علاقة قلنا باي جاما، باي إنيشيال في باي فاينال ويساوي موجب في موجب يساوي موجب ويساوي ناقص واحد أس إل، إذن يا قيم الـ إل تعطيني النتيجة النهائية موجب هي الاثنين، فإذن عندي E2 بالنسبة للانتقال الكهربائي هو E2. نجي على الإشعاع المغناطيسي، باي جاما تساوي باي إنيشيال في باي فاينال ويساوي زائد ناقص واحد أس L زائدا واحد، إذن يا قيم L تعطيني النتيجة النهائية موجب هي الفردية، إذن أخذ الواحد والثلاثة، إذن عندي M1 وعندي M3. هنا طبعا قلنا دائما نختار قيم L الصغيرة، ليش؟ لأن شدة M1 قلنا أكبر من شدة M2 وشدة M2 أكبر من شدة M3 وهكذا، فإذن M3 تهمل يبقى عندي M1. فإذن نوع الانتقال نقول هو مزيج من M1 زائدا E2 أو E2 زائدا M1. فهذا بشكل عام حل للأسئلة الواجب، وبهذا بهاي المجموعة من الأسئلة نكون قد يعني غطينا أغلب الأفكار اللي ممكن تجي على الفصل الثالث، وإن شاء الله بانتظار نعد لكم يعني فيديو جديد للفصل الجديد إن شاء الله. شكرا جزيلا.